شارك أنجال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، كل من سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخة منيرة بنت خالد بن حمد آل خليفة بفعاليات سباق الآيرون كيدز ضمن مسابقة بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي، والتي تقام على أرض المملكة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة سباق الآيرون كيدز الذي حظي بمشاركة واسعة من الأطفال وبنجاح تنظيمي متميز. وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالدور البارز لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في الارتقاء برياضة الترياثلون، مؤكدا سموه بأن بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي أصبحت واحدة من أهم البطولات التي تستقطب اهتمام الكثير من محبي هذه الرياضة من مختلف الأعمار لكلا الجنسين. وأضاف سموه: تأتي بطولة الآيرون كيدز لتشكل إضافة كبيرة في مسيرة البطولة، لأنها تسهم في خلق ثقافة الرياضة لدى الأطفال والناشئة، خصوصا رياضة السباحة والجري وركوب الدراجات التي تعتبر من أهم الرياضات. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الآيرون كيدز يعتبر خطوة على الطريق الصحيح لتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة لما لها من فوائد على الصحة الجسدية والنفسية للطفل واكتشاف المزيد من المواهب في هذه الرياضة. وأشار سموه إلى أن سباق الآيرون كيدز منذ إطلاقه لأول مرة بدأ يستقطب الكثير من الأطفال عاما بعد عام، وأن استمراره له انعكاسات إيجابية على تقوية قاعدة اللاعبين واللاعبات من الأطفال والمساهمة برفض منتخبات الترياثلون وخلق ثقافة هذه الرياضة في المجتمع، مؤكدا حرص سموه على مشاركة أنجاله في السباق للاستفادة من هذه التجربة، خصوصا وأن مثل هذه السباقات تكسب المشارك الصلابة وقوة التحمل والإرادة، وهي الصفات التي يجب أن يتحلى بها الرياضيون منذ الصغر للقدرة على المنافسة والتفوق الرياضي مستقبلاً.